انتم كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما نقصكم خير ان شاء الله. وانتم ما كتشوفوا هاد لا فيديو قالوا لي ترسل الارض ديما كتحرك اي سمحوا لي الدار قداش انا ديما كنبدا معكم الارض. صراحه ما كنكذبش عليكم كيعجبني نجلس في الارض وكيعجبني نعس في الارض وصاحبه انا والارض كتعجبني الارض. المهم غزاله ديالي شنو بغيت نقول لكم اليوم ان شاء الله جبت لكم البنات واحد الهمزه واحد الهمزه طوب دو طوب دو طوب. بنات انستغرام ديجا عارفينو اكثر من 100 ميساج دخل لي كيسولوا انايا اوتلت. انايا اوتلت هو واحد الديبو كبير تبارك الله اللي تحل في بروكسل. انايا هي كاين بوتيكات اخرين ديال انايا مي اوتلت ديال الماركات هذا الاولاني والماركات العالميين بالاثمنه رخاصه البنات من 20 اورو نتوما طالعين كاين كلشي كاين لي ساك فيرزاتشي كاين غاس كاين مايكل كورس بابط كاين لي زيسكاربين دو لوكس كاين كلشي كلشي البنات موجود تبارك الله. الحوايج ديال الرجال فيرزاتشي سبرديلات المونطوات اوغو بوس لي فيز ديال الرجال الكوير واو واو انا والله ما نكذب عليكم انا كنسجل معكم هذه المقدمه وديجا مشيت نحل حنت منين عيط للسيد مشيت سيغ بلاص وشفت بعدا شنو كاين وداكشي كامل باش منين نجي نهضر معكم عاد نهضر معكم ونشوف شنو زعما داكشي كيف شنو. والله ما نكذب عليكم البنات الا تلفت واحسن حاجه الافتتاح هذا المحل غيكون نهار السبت في 10:30 ديال الصباح وغادي نكون معكم حتى انا وغتكون الطاقه مراكشيه وغيكون مفاجات وعندنا جوج ديال لي بون داشا اللي غيربحوهم جوج منكم المتتبعات ديالي غنعملو لو تيراج او سور يعني غنعملو بحال القرعه. قانون المسابقه ساهل غادي اللي دخلت غتسجل الاسم ديالها والاسم العائلي والشخصي وغتسيبو في هذيك البواطه اللي غنحطو فيها ومن بعد واحد ساعتين غادي نشوفو شكون المحظوظه فيكم المحظوظات بالجوج اللي غيكون عندها الحق في جوج ديال لي بون داشا ديال 100 الاورو الواحد وتبارك الله 100 الاورو سي افير. مثلا عنده سبردينات ديال الماركه الفري انتم شفتوهم عندي في انستغرام كلكم كتسولوا عليهم حتى البنات المغرب ولكن ما عندي جهد ليكم البنات ما كيسردوش انتم عارفين قالوا لي فريمون رخاص بزاف غاس ماكس ما ماركه غير الفنين 35 اورو الفري البيض والدوغي مهم النواغ النمر مهم الكاليتي والموديلات الواعرين خيانه. انا عارفه هاد الديبو اوتلت ان شاء الله غيمشي بعيد وغيكون نمبر 1 في بروكسل حيت بصح ماشي غير بروكسل غيجيو عنده حتى البنات نتوما اللي من هولندا المانيا فرنسا اللي قريب ليكم الحال وكتجيو تقداو غتوليو تجيو عنده حيت انا براسي دابا عرفت شنو ولا كيبان لي غير فوقاش غادي يحلوا المغرب بلا فاكسان باش غادي يمشي يتسخر لعائلتي من تما حيت كتحرف بالخصوص اذا كانوا عندنا المراهقين انك تمشي تشري لهم بياسه مارك غاليه الواحد كتجي بزاف بكل صراحه غير اللي معاك في الدار مثلا خوتك ولا ولاد خوتك ولكن ولا خالتك وهذا صحاباتك اللي بغيتي تفرحيهم كتجيك بزاف مي تما انا متاكده غادي نقدر ندي لهم 35 اورو الواحد بياسه شي حاجه واو ولا 15 ولا المهم كاين كلشي كاين المكانات بيغ كاردان ب 15 اورو كاين كلشي غتشوفوا معايا بعض اللقطات اللي جبرت معاكم غتكون الدقه مراكشيه ان شاء الله وغنكون انا فرحانه بالبنات اللي جاو يشوفوني واللي جاو يتعرفوا على المحل. غادي نجي في 10:30 ديال الصباح غادي نخلي لكم لادريس هو جا في بلجيكا يعني قريب للستاسيون بلجيكا غادي نخلي لكم لادريس اكزاكتومون بالضبط فين هو على الطريق ما بعيدش ملي خرجت انا ديجا سجلت هذا المقطع غنوريكم فين هو فين جا بالضبط. وكاين بلاص دو باركينغ البنات احسن حاجه هو ان البلاص دو باركينغ بالخصوص بنات اللي ماشي من بروكسل ولا ماشي من بلجيكا حيت صعيب انك تجي لشي بلاصه تحل تما وتلقى فين تباركي كنجبروش لي بلاص دو باركينغ في مكازان د الحوايج كنلقاوهم غير في لي مكازان دو موبل ولا المكازان اللي عندهم الحاجات الكبار دونك هذا سي ان لوكس اون بليس ان تجي وتلقاي فين تحطي طوموبيلتك شي لوكس وعاد الباركينغ تبارك الله كبير. وعاود حاجه اخرى في هذا الديبو اوتلت شوروم هو غيكون كل 15 يوم كل شهر كاين تنوع في السلعه غير هو كاين البياسه د لوكس البنات الفريع بالاثمنه خياليه يعني فريمون بحال اللي غتشري من السيه بحال اللي غتشري من بريمارك وانت غتلبسي لا مارك غير هو كل منتوج وما فيهش لي طاي كاملين مثلا نقدر نجبر في هذا 38 39 40 في هذا نقدر نجبر 36 37 38 يعني كل وحده والزهر ديالها ولكن هي في نفس الوقت كتكون حاجه زوينه بحال انا واحد لي سكاربان فيرزاتشي واو حمقوني البنات في النوار ثمنه رخيص 45 اورو بالنسبه لفيرزاتشي في النوار وفي ديز بالدور غيجيني مع ديك الصاك اف سان لورون طوب واخا هو 38 ما جانيش صراحه جاني شويه صغير حيت على حسب كل طايه يعني حاجه اللي زوينه هو هي سي دوماج ما كتلقاش طايات كاملين ولكن اللي زوين هو انك ماشي اللي لبستي انت غتلبسو انا غتلبسو اخرى غتلبسو اخرى يعني ثلاثه اربعه بينا بحال وغير لا غير يعني ماشي الحاجه متكرره. وكل 15 يوم غيكون كونسيبت جديد وغيكون لا ديكو ديال الدار غيكون فريمون واحد الشوروم انا متاكده انه غيمشي بعيد حيت واحد الكونسيبت اللي تقريبا اونيك في بروكسل وحتى الاثمنه اي سون كاسي فريمون لي بري الصبر ديال الفرع باللوكس 35 اورو واو احسن من هذه حاشاكم والله الا احسن من هذه ديال مايكل كورس وانتم شفتوهم في الانستغرام ب 35 اورو كو هذه انا ديتها ب 100 وشي حاجه وهي كتعمل 200 وشي حاجه يعني فريمون ماشي من عنده هذه كنت ديتها من مصمخ لان فيلاج
ميزات البنات. دابا غنخليكم تفرجوا الفيديو وغنقول لكم غنكون سعيده باللقاء ديالي بكم. عقلت نهار اللي كنا عند ايام بخو شنو قلتوا لي؟ لميا هاد المره عملنا افتتاح بغينا ننشطوا، جيب افتتاح اللي تكون فيه يكون فيه الدقه. ها هو السيد غادي يجيب لكم الدقه مراكشيه البنات باش تنشطوا ان شاء الله. واحد نص ساعه يبقاو معنا يمشيو بحالاتهم، وانا عندي الشغل هذاك النهار، عندي ديزيفينمون، مي غنقدر نبقى ماكسيموم اللي قديت. مي في ابتداء من 10 ونص الصباح غنكون تما، يعني الناس اللي غايجيو بكري اكيد غادي يتلاقاو بيا. غنكون سعيده باللقاء ديالي بكم وغنقول لكم فرجه ممتعه. وما تنساوش ان معنا جوج منكم اللي غادي يربحوا البنات، غادي يكونوا دو بون داشا ب 100 الاورو، وبوتيتر مع الوقت نقدروا نبقاو نعملوا ناس اخرين اللي كيربحوا، وخا يكونوا من بلاد اخرين، غادي نشوفوا الامور كيفاش غادي تكون. فوالا فرجه ممتعه. فوالا هاد شنو هاد الطابي حمر، شوفوا عمشي حويجه حويجه ما نوسخوش الدنيا. فوالا هذا هو المحل، غادي نوريكم كلشي هنايا. فوالا ديجا نبداو بهادي ديال فيرساتشي، شوفوا شحال فنه بحال ديك ستيل ديال بالنسيا. وهادو سي دي فغي مارك اوتليت بحال الا قلتو ماس مخلن فيلاج ولا. فوالا هانتوما شوفوا هادي، هادي كتحمق، هادي كحلو البيض ديال الدراري وديال البنات. غادي نوريكم كلشي ديتاي. بالنسبه للافتتاح غادي يكون نهار السبت 12 الشهر في 10 ونص. اول حاجه البنات شوفوا معايا هاد لي باسكيت دو لوكس البنات، شوفوا معايا شحال فنين وشحال مخدومين مخيرين، والكوير ب 35 اورو، يعني ما بقاتش في ناقص 50% ولا 30% ولا 80%، يعني الثمن رمزي. شوفوا معايا العظامه البنات، وهادو الكوير اللي بالطوغي والاخرين مهم فنين البنات، 35 اورو هزوا اللي عجبتكم فيهم، يعني هادو على الاقل على الاقل في المغازان كيعملوا حتى ال 100 اورو حتى الاكثر، وهنايا ب 35 اورو اثمنه رمزيه، يعني واخا تكون وحده غلا من الاخرى ولا مثلا هذه كتسوى اكثر من اخرى، اثمنه اللي رمزيه جدا باش كلشي يشري اللي عجبو، زعما ماشي يبقى يشوف في الثمن وصافي. وهذا الشيء اللي زوين في هذا الشوروم، كاين شي حوايج اللي واصلين عندهم حتى لناقص 80%. شوفوا مثلا معايا هذا الصاك، هادو فيرزاتشي البنات، فغي فيرزاتشي، وتا هما بري كاسي على الاقل 50%، وكاين لي زارتيكل اللي غيوصلوا حتى ناقص 80% البنات. بحال اللي قلت لكم اثمنه رمزيه وفريمون لا كاليتي غيان ادير، لان هادو ماركات عالميين. شوفوا هاد الصغير هذا، هذا سطاني سطاني حمقني هو الساكادو ديالو، واصلا الكوير ديالو حمقني. لا كلهم 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 صراحه ما كرهت شي واحد من الواحد قالوا لي كاع اللي غيمشي هنايا ما غيكره شي واحد من الواحد، مي ابخي فوالا كنشريو كنشريو هذاك الشيء اللي محتاجينه اللي عجبنا لو كود كور كثر. شوفوا هذا عاوتاني خطيره البنات. المهم كاع لي زارتيكل اللي غتشوفوا هنايا، باش ما نكونش كنهضر معكم بزاف في هذا الفيديو، خاصكم تعرفوا يعني بالي قبل ما يسالي. هاد المحل هذا كل 15 يوم غيكون كونسيبت جديد، يعني هاد السلعه هادي غتسالى وغتدخل سلعه اخرى، لان تبارك الله شوروم كبير وعنده كونسيبت اللي رائع ان شاء الله، وغيكونوا فيه لي فوندور بزاف، وان شاء الله يكون الامور كلها مسيره وماشيه مزيان. فالحويجات ما غيبقاوش بحال دابا، لونسومبل اللي مشيت به انا الحفله ديال نجاة حتابو اللي ان شاء الله غنبارطاجي معكم غدا في الفيديو غدا، حماقوا عليها البنات في انستغرام، واو 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 مانيفيك مانيفيك، ولكن حيت ملبوسه حاجه اخرى، وهذا الشيء هذا راه خصك تجي سوغ بلاص وتشوف وتقيس، باش كتشوفوا هذه ديال مايكل كورس، واو واو خطيرين كلشي لي مارك عنده، خصك تقيس والبياسه ملبوسه، لان لي بياس دو مارك غيان ادير اغريابل ابورتي، كتبان الفرق ملي كتلبسهم. وعاوتانك اللي كيمنعنا اننا نشريوهم هو فاش كيكون الثمن ديالهم يعني مرتفع، فاش كتكون اسره كبيره تبارك الله، زيد الوليدات زيد هذه، يعني ساكوت شاري فوتر اونيت. انا براسي كنشري حويجات على قد الحال ديالي، حيت ما كتسمحليش الظروف، عندنا اولويات وحدين اخرين. مي ملي كنجبر بحال هكذا كيعجبني الحال بزاف، لان جو بو مو فيغ بيل غاتي لوكس بثمن مناسب، بحال الجيم ديالي بحال ماشي نتاخر من الصيا ولا ماشي نتاخر من اي مكازا عاديه. شوفوا هادو شحال فنين ديال الويدجو، فنين فنين هادو، مالوغوزمون ما كاينش الطاي ديالي. هادشي علاش قلت لكم البنات بالي وقبل ما يساليو، لان لي طاي ما كاينينش في كلشي لي زارتيكل، لي باسكيت فيهم لي طاي، وتا لي باسكيت ديال الوليدات الصغار، ولكن البياسات اللي غتشوفوا هنا نقدر انا نجيبها اليوم نوريها لكم، غدا تشوفوا ما تلقاوهاش، فهمتوني؟ يعني فريمون لي بياس هادي طوم الفيغار، المهم لي مارك كاملين كاينين البنات، كاين لباس ديال الرجال، كاين ديال الولاد الصغار، وكاين ديال النساء. والرجال كاين اوغو بوس، كاين فيرزاتشي، كاين ديازيل، كاين الدراري الصغار، كاين فيراري، كاين الماركات الفريعه البنات، والله العظيم ماشي زعما حيت هاد السيد عيط لي ولا شي حاجه، انا اصلا حتى كنمشي نشوف الحاجه وحتى كنقتنع بها عاد كنقبل ولا ما نقبلش، مي فريمون 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 عجبني الكونسيبت بزاف، وعجبتني لا مارشونديز، عجبتني السلعه، عجبوني لي بياس. انا صراحه راسي وضغط ان شاء الله تيحل اوفيسيالمون، عادي نمشي نتسخر راسي داك الشيء اللي باغا انا، وامين بيدو باغي اللباس، وعاد ماشي بزاف قال لي امين غنطلعوا لباس مخلن فيلاج حيت باغي يشري اللباس، وهو كيقنط كيبغيني نمشي معاه، فغادي غادي يجي غير لهنايا، لان عنده كلشي، عنده لي تيشيرت، عنده لباس. شوفوا هاد التحفه هادي للصيف، المهم كاين كلشي، كاين البنات اللي كيلبسوا البلا، كاين البنات اللي كيلبسوا الطالون، كاين البنات اللي كيبغيو زعما شي شويه حويجات لافتين النظر، كاين اللي كيبغي السامبل، كاين كلشي موجود البنات. والاثمنه
كسي بحال اللي قلت لكم. ها هو الصبط اللي ديت الخطير هذا تحتاني. كاين بعض البياسات اخرين اللي حمقوني حتى هما اللي ما لقيتش فيهم الطاي ديالي. المهم يا تخو دو شوا، ما نقدرش ندي هكذا وصافي، خصو يكون المكازا محلول باش نجي نتسخر، فهمتوا؟ باش نجي نتسخر وندوز لاكيت، يعني خاصني نهز الحويجات على خاطري ونقيس، حيت فريمون بزاف ديال الحوايج حمقوني. كاين كساوي ديال مارك فنين 25 اورو البنات، كسوه كتحمقت مع غير كولون نوار نتاع في الصيف ومع سنيديلا ولا مع دي بتي زيسكاربان، واو يعني بثمن 25 اورو بحال اللي غنشري من بريمارك. شوفوا هذه عاوتاني، هذه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الطالون ولا هكذا لي سواري ولا الحضور ولا كل واحد وشنو. هنايا الغيون ديال الرجال، كاين لاكوست حتى هي ديال الرجال، المهم كاين كلشي البنات. غادي نخلي لكم انتم شوفوا هادو بولو الفلورين جو كرو ولا بولو الفلورين هادو. المهم غادي نخليكم تشوفوا على خاطركم، وفرجه ممتعه. والاثمنه اللي كتشوفوا في لي بواط ولا اللي كتشوفوا في ليتيكيت ماشي هما الاثمنه الحقيقيه، هادوك الاثمنه باش كيتباعوا في لاباز. حتى هاد الفوط البنات، هاد العرب الفوط ب 10 اورو، واو فريمون واو الكاليتي الفوط يا غيان ادير. دونك هاد الاثمنه اللي كتشوفوا في ليتيكيت ماشي هي الاثمنه الحقيقيه، على الاقل ناقص 50% حتى ناقص 80% البنات. واو انا عارفه الشباب غيحمقوا على هاد لي باسكيت هادو، هادو بالنسيا كنظن، هادو فيرزاتشي. المهم كاين بزاف ديال لي مارك الواعرين. وغنقول لكم فرجه ممتعه، وما تنساوش الموعد ديالنا ان شاء الله نهار السبت في 10:30 ديال الصباح غادي نتلقاكم. كنتمنى تجيو، انا باقا كاينه باش نقدر نشوف الصديقه ديالي، وانا عارفه بزاف الناس كيبغيوني حتى انا كنحمق عليكم، وبغيت نشوفكم وندرعكم ونبوسكم ونشوف الفرحه ديال البنات اللي ربحوا، ونشوفوا شنو غيختاروا، ونختار معاكم حتى نتوما علاش لا، ونختاروا مع بعضيتنا ونتبادلوا الاراءات. وغنقول لكم فرجه ممتعه.
الغزالة ديالي قبل ما ننسى غنقول لكم بان انايا اوتلت غادي يكون عندها دائما الجديد كل 15 يوم كاينه سلعه، يعني فريمون فريمون هميزه البنات ومحل اللي يستاهل يمشي لقدام، وان شاء الله غادي يمشي لقدام حيت واحد الكونسيبت اللي رائع. كنصحكم تضربوا دويره سوغ بلاس كل مره كل 15 يوم تشوفوا شنو كاين الجديد، واكيد السلعه غادي تختلف. وديجا دابا تبارك الله كاين داكشي اللي غادي يخلي كل واحد شرا شي بياسه غيفرح بها، حيت بياسه ديلوكس اثمنه ما نتذكروش عليها، والاختيار موجود. وحتى بالنسبه لنا حنا البنات كاين بزاف ديال الاختيار، انا قلت لكم ضغط في هذوك الكساوي. واو ما شاء الله البنات، هذا هو محل عنايه اوتلت كيف ما كتشوفوا شوروم اكوي، تبارك الله محل كبير باقي ما تفتح دابا، ولكن افتتح هاد الايام هادي. هانتوما شنو كيبيعوا؟ كيبيعوا النساء والرجال والوليدات، وبيان سور كاين باركينغ ديفوني، شي حاجه اللي ديكس باش يكون باركينغ في التاكسي، شي حاجه اللي كبيره واكسي على الطريق وكلشي ساهل. غير هنايا كاينه اكسيون، حنايا هنايا في بلجيكا غادي نكملوا ديك الفوالا. هانتوما باركينغ، فوالا هذا هو الباركينغ تبارك الله كبير ومتسع، يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو بالطوموبيل وحتى الناس اللي ماشيين بالكسال. هذا افونتاج، يعني تكون جاي من بلاد اخرى، من مدينه اخرى ولا بلاد اخرى. فوالا انا خارجه في حالي البنات، هذا هو الكراج. فوالا هانتوما المحل البنات فين جا في بلجيكا، شفتوا حتى هاد بلجيكا كلوب سانتر. فوالا سيمبيو هكذا باش تعرفوا بالضبط فين جا المحل. دابا ان شاء الله غادي نتجه لعند الصحيبه ديالي هند، غنمشي نشوف صاحبتي وغادي نشوف بنت صاحبتي. وشنو بغيت نقول لكم هذا النهار هذا لغد ليه كنت مجانا نتلاقاكم في السهره ديالنا عند ناجة عتابو، السهره اللي نسائيه فيها غير النساء، يعني لحد دارين غير النساء. كان بمناسبه عيد المراه، وصراحه دوزنا وقت زوين بزاف. غادي تشوفوا كل شيء معايا في الفيديو الغدا، غادي تشوفوا اللبسه اللي جبت من عند انايا اوتلت. واو البنات ديال انستغرام راكم شفتوها وحمقتوا عليها، وصلوني اكثر من 100 كومونتير. غير باش نقول لكم راه ما كاينش اكثر من 10 ديال البياسات في هذاك الفوقانيه اللي واو ديلوكس صراحه، ملبوسه شي حاجه اخرى، وحتى الحوايج اللي عنده تما واو واو واو. البنات خصكم تشوفوا سيغ بلاص والله العظيم، الا ماشي هضره وصافي راسي اغريابل تري اغريابل. بعدا حنا البنات كنحماقوا عليها هادشي ديال الباس والماكياج وكلشي. وعاد كاين الاثمنه لاي واحد، يعني الاثمنه ابتداء من 5 اورو 10 اورو 30 اورو، كلشي موجود، كلشي موجود بالجوده عاليه. الغزاله ديالي غادي نوريكم شنو جبت معايا العظامه باش غادي نحضر عند نجا تعتابو. غادي نوريكم اول حاجه، شوفوا معايا هاد التحف هذا، ما عرفتش واش كيبان حيت ما عنديش تريبي. شوفوا معايا هاد العظامه هذا. الوغ هذا ماد ان اسبان ديال اسبانيا ال دانتي، المهم ما كنعرفش هاد الماركه. كوير فري كوير، ملبوس خطير، انا حطيت ستوري في انستغرام. بالنسبه لهادو كل بياسه شنو تحت فيها، يقدر هذا فيه ثلاثه طايات، يقدر موديل اخر ثلاثه طايات، يعني تقدروا البنات ما تجبروش هذا، مي كاين العظامه كاين الفر احسن من هذا. الوغ هذا الثمن ديالو عليه 150 اوريجينال، وهو كيعمل له 45 اورو البنات، وما نقول لكمش كيفاش عامل من داخل حيت فغي كوير ماشي الحوايج ديال الماركه. ودابا غادي نوريكم الفوقانيه اللي جبت باش غادي نلبس معاه شي حاجه واو، حيت انا بغيت شي حاجه تكون سواري ولكن ماشي بزاف، يعني غير هكذا بحال اللي مشان شي عشاء بحال. غادي نوريكم شفت مزيان، غادي نوريكم هادي مع هذا طوب دو طوب دو طوب، في هذاك الدوغي خفيف ماشي دوغي بحال كارتي. شوفوا كيفاش عامله، شوفوا اللور ديالها شحال طويل، والقدام ديالها جا محلول هكذا، وهادي كتجي هنايا يعني كيجي شويه فوق لا سانتور. انا غادي نعمل معها سروال كوير حيت صواغي. فوالا هانتوما، وغادي نعمل معها لونسومبل ديال ديور من عند ميندور. الو هادي الثمن ديالو، وعندو فيها باقي فيها شي ما عرفتش 10 بياسات. المهم كل بياسه ما مناش بزاف باش ما كتكونش شي حاجه مكرره. هادي كتسوى على 200 اورو 180، وحتى هي البنات ب 45، وما نقول لكمش في اللبسه ولا في عرفتو فريمون فريمون داكشي ديال الاوت كام ماشي نامبورت كوا. المهم انا هادو اللي اخترت اليوم، اصلا مشيت نشوف شنو غادي نلبس، وعندو حتى سروال كوير فغي كوير، غير انا حيت ديجا عندي السروال اللي غنلبس معاه ما بغيتش ندي السروال. الغزالة ديالي غادي نشد معكم الفيديو هنايا، غنكون سعيدة باللقاء ديالي بكم ان شاء الله.
غادي ندوز وقت زوينه، غادي يكون نشاط، غادي نديو الاراء بعضيتنا. وانا متاكده ما كايناش شي وحده فينا غتجي وما غتلقاش شنو بغات وما غتكونش فرحانه بالهمزه اللي غتعمل، وبالخصوص الثمن ديال لي زارتيكل. فوالا، تنطلقكم تما الى فيديو مقبل.